بالكتاب المقدس بالعهد الجديد إنجيل يوحنا بخبرنا عن صيد عجائب رح يصير مع بطرس والرسل من بعد القيامة، مطرح ما رح يصطادوا 153 سمكة كبيرة. معكن خبر ليه الإنجيل عم يذكرنا هيدا الرقم بالتحديد؟ بحسب العلماء وشرح الكتاب المقدس، بهيداك الوقت كان في 153 شعب على الكرة الأرضية، وهيدا الشيء بعلمنا إنه يسوع عم يطلب من تلاميذه وعم يطلب منا لليوم إنه ما نخلي ولا إنسان من ولا شعب برات الكلمة وبرات البشارة.